نعمل مع بعض تاني وصفة اللي هي كرات مارينج الشوكولاتة. والمقادير 300 جرام سكر بودرة، 90 جرام كاكاو، نص معلقة صغيرة ملح، 135 جرام شوكولاتة داكنة مذابة، 135 جرام بيكان مقطع ومحمص، وخمس بيضات أو خمسة بياض بيض. هناخد بياض البيض نبتدي نضربه، وأول بياض البيض ما يبقى هش ولونه أبيض هنبتدي نزود سكر البودرة معاه شوية شوية، والملح طبعا ممكن أحطه من الأول مع بياض البيض، بيساعد إن البياض يفضل متماسك وما يهبطش بسهولة. اوكي كده جهزنا المرانج، زي ما احنا شايفين مرانج بس خفيف شويه، مش ناشف قوي زي المرانج اللي بيعمل زي هوك كده في الاخر. ودلوقتي هنزود عليه الشوكولاته، والكاكاو، وكمان البيكان، وهنقلبهم مع بعض بالراحة خالص بطريقة الفولدنج، الأول بالويسك وبعد كده هاخد السباتشولا وأكمل بيها. ننزل الخليط من الويسك وبعدين نكمل تقليب بالسباتشولا. دلوقتي ناخد معلقة الايس كريم ونبتدي نحط شوية صغيرين على قد الورق بتاع الكب كيك. ده صعب شوية يبقى من غير ورق للكب كيك لان هيلزق جامد، فممكن نعمله حتى من غير ورق كب كيك خالص على صينية، يكون افضل من لو حطيناه في صينية الكب كيك. حتى لو مجهزة بزبدة ودقيق احتمال كبير ان هو يلزق برضه. دلوقتي هو جاهز ان هو يدخل الفرن على درجة حرارة 160، وهيقعد في الفرن حوالي ربع ساعة.